السلام عليكم. بعد ما شفنا في الاول لي زاشا ريفوندي لي زاشا كونسومي لي ستوكاز, شفنا لي كا بجوج ديال لي انتربريز اندستريال و انتربريز كوميرسيال. ندوزو دابا لا فاز دو لا كونطابيليزاسيون. هنا هادي هي المرحلة اللي كتهمنا فاش غادي نسجلو هاد لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون دي ستوك في واحد الجورنال, نصحوهم فريمون و يعني يوليو عندنا داك لي زيكريتور صحاح. هاد لي زيكريتور ريلاتيف ا لا ريغولاريزاسيون دي ستوك كيدوزو من جوج ديال الحوايج, لانولاسيون و لا كونستاتاسيون باردون دي ستوك. لانولاسيون كتكون خاصة بلي ستوك انيسيو, انوليو لي ستوك انيسيو اي اما او ديبي دو ليكزارسيس كونطاب او بيان ا لا فان de l'exercice. كيفاش او ديبي ولا ا لا فان؟ كيف ما كتعرفوا لو ستوك انيسيال كنكونوا عارفينه فلاني كامله من كان انولي واحد لو ستوك انيسيال, ما تنقصوش هذاك لو ستوك انيسيال حتى لو 31/12 كيف ما قلنا. هذا هو الغلط اللي تيكون. داكشي علاش حيت الستوك ما كيتبدلش, داكشي علاش دي كونطابل تيفضلوا انوليو في الديبي ديال ليكزارسيس, وكاينين دوطخ اللي كيخليو حتى لانفونتير عاد تي انيلو لو ستوك انيسيال ديالو. بجوج صحاح, ولكن من الافضل حنا خدامين في لانفونتير نخليو الحوايج ديال لانفونتير حتى لانفونتير. وكاينه حاجه اخرى هي لا كونستاتاسيون دي ستوك فينو. هنا ما كاينش مشكل, ما اصلا حنا ما نعرفوش ستوك فينال ديالنا كيفاش غادي يتبدل حتى نوصلو حتى نوصلو لا دات ديال لانفونتير ولا فان دو ليكزارسيس, عادي يمكن لينا نكونستاتيو ان ستوك فينال فريمون. دونك هنا شفنا لي تيب ديال لي زيكريتور ريلاتيف لا ريغولاريزاسيون دو ستوك, لانولاسيون اي لا كونستاتاسيون. غادي نشوفو واحد لو كا ديال اون انتربريز مثال حي باش نستافدو من هاد لانولاسيون كونستاتاسيون نطبقوهم في الجورنال. دونك اون انتربريز دو كونفيكسيون فو رومي لي دوني سويفونت افان دو بروسيدي ا لا ريغولاريزاسيون دي ستوك او 31/12/2013. عندنا ان اكستراي دو لا بالانس افون انفونتير ابري انفونتير باردون بور ليكزارسيس 2012, نيميرو دو كونت ديالها 3-1-2-1 matière première, solde débiteur, tabiat l'hal khassou ykon solde débiteur, 3-1-5-1 produit fini, 4 528 000. L'inventaire physique effectué au 31/12/2013, floul kan andna 2012, dabaa andna 2013, fait ressortir les informations suivantes, un stock de matière première diel 1 425 000, en stock de produits finis de 4 327 000. Donc, on a un travail à faire, calculer les variations de stock pour les matières premières et les produits finis. السؤال غادي نولفو عليه, غنكونو ولفنا عليه عين منو لا فارياسيون دو ستوك. دونك ضروري غادي تكون عاولو عليها حتى في الامتحان. الا ما كانتش سؤال غادي تكون محطوطه في اون بالونس. غادي نخدمو تمارين ان شاء الله من بعد وامتحانات, وغادي نتعمقوا في هادشي مزيان. دابا المهم الغرض هو نفهمو ونستوعبو هادشي باش نخدمو تمرينات ونخدمو امتحانات. دونك والسؤال الثاني اللي كاين هو باسي او جورنال دو لونتربريز لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون دو ستوك. هذا هو السؤال اللي كيهمنا في هاد التمرين هذا باش نعرفو كيفاش انغوجيستريو لانولاسيون ولا كونستاتاسيون. حتى قلنا لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون تو عندهم دو تيب, ضروري يكونو لانولاسيون ولا كونستاتاسيون. يلا حتى نخليكم حتى ندير لا ريبون.